عملنا الحواوشي بقى على الجريل اهوت، على الطاسه، على البوتاجاز، باللحمه المفرومه. جميل، طالع جميل مقرمش اهو وطري من جوه. شايفين اللحمه المفرومه اللي في قلبه مستويه؟ شايفين اللحمه؟ لحمه مستويه خالص اهي، واللحمه مقرمشه وطريه. جميل، وريحته طالعه جميله، كفايه ان هو من البيت وحاجه نظيفه وجميله. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم. سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض ورق النهارده الحواوشي. المقادير بقى بتاع الحواوشي: هتجيب نص كيلو لحمه مفرومه، هتجيب بصلتين كبار وابشرهم بالمبشره او بالمطحنه وانعمهم اول، معايا طماطمايه وهطلع منها الميه اللي فيها، او اخد اللحم بتاعها بس بلاش الميه اللي جوه البذر اللي في قلبها، ومعايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل اخضر بارد ومعلقه هرسه شطه، معايا شويه خضار بقدونس، عندي بقى توابل ملح وفلفل وشويه بابريكا، وعندي السبع بهارات. واللي ما عندوش السبع بهارات هيجيب كبابه، شويه كبابه صيني وهيصحنهم، ومعلقه كركم ومعلقه كاري ومعلقه جنزبيل، شويه توابل من الموجودين عندك، ولو مش موجود اي توابل عندك حطيها تبقى بتخلي طعمه جميل. هي التوابل كمان معايا العيش، ويستحسن لو تجيب العيش يكون ايه، مش احمر قوي، يكون بارد شويه، يقولوا عيش الحواوشي يطلع يعني مش مستوي. ماشي، نعمل بقى ايه النهارده؟ نجيب بقى اللحمه بقى ونقلب كل المقادير على اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى بالبصل مبشور، التوابل معاها قرفة، جنزبيل، فلفل، ملح، بهارات بتديله طعم اصلا جميل. وعندي معلقة ثوم مفروم برضه مع البصل. خضرة على البقدونس كده بالحاجات دي. وفي برضه اكياس بهارات حواوشي جاهزه، لو جبت كيس تحطي معلقه، لو ما عندكيش البهارات دي موجوده عادي، يعني كله شغال، كله شغال. الفلفل بقى مطحون، اللي عايز بقى عايز يعني يبقى حراق قوي يحط قرن فلفل حار، يحط شطه برضه مطحونه. ميه اهي متقطعه، ولو مش عايزه تحط طماطم ده اختيار، بس لما تحط الطماطم بتدي طعم جميل، تخلي الرغيف طري معاكي وجميل. هنقلب بقى اللحمه كويس قوي، تعجنها كويس مع التوابل مع الحاجات اللي احنا حاطينها دي، كويس قوي تقلبها كويس قوي مع اللحم.
تبتدي بقى تفتحي الرغيف بعد ما تقلبي اللحمه كويس، دخلت التوابل كلها مع بعضها اهي مع البصل. نبتدي بقى نفتح الرغيف، اللحمة ساقعة معايا تقريبا، هفتح الرغيف بقى اهو، تجيب الرغيف وتفتحيه، واخد بقى لحمة وديه بقى افردها في قلب الرغيف. تملى الرغيف كله. سهلة وسريعة وأنضف طبعا من اللي بنشتريه من بره، ما نعرفش عاملين ايه لحمة ايه، حاجة نظيفة وجميلة، بس أهم حاجة تجيب العيش يكون مش أحمر قوي، فاتح شوية في اللون. قولي له أنا هعمله حواوشي أو تنقيه بنت. هتفتحي الرغيف أهو، اللحم فنده وتفرديه عشان يبقى كله في حشو. حاجة نظيفة معمولة في البيت، هتجربيها، جربي وصفتي دي بقى تلاقيها جميلة وطعمها جميل. المهم تملي الرغيف كله يبقى ملا لحمة. ولو عايزة تعمليه في الفرن تعملي في الفرن، عايزة تعملي في الجريل على البوتاجاز تعملي على البوتاجاز عادي، يعني اي لو الفرن مش بيتظبط معاك وبينشف اعملي على البوتاجاز على الصاجة او على الطاسة التيفال في اي حاجة. هتدهني ان الرغيف بقى زيت من على الوش، من وش نجيب فرشة وندهنه زيت بعد ما نحشيه كده قبل ما نحطه على الجريل. شوفي الرغيف بقى محشي اللحمة مفرودة في قلب الرغيف كله كلها.
سريعه وسهله وجميله، مش هتاخد معاك وقت خالص. شايفين بقى الرغيف اهو، واللحمه فيه كله، في الرغيف كله. هندهن بقى وش الرغيف زيت، نجيب الفرشه وهتدهن وش الرغيف زيت من ناحيتين. شوفيه من ناحيتين، تيجي على كل الرغيف حشتين وتدهني الزيت. أو لو عايزة تدهني زبدة ادهني زبدة، بس الزيت أخف شوية. الطاسه بقى على النار وطينا زيت، حط شويه. هجيب طاسه على البوتاجاز زيت وادهنها زيت، او الجريل لو تدهنيه زيت. استنى لما تسخن قوي، هديله النار برضو شويه عشان اللحمه تستوي فيه. تضغطي برضو من هنا. بصي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. تبتدي بقى تقلبيه يحمر من ناحية، تقلبيه من الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم، اضغطي عليه شوية الأول عشان اللحمة تستوي. ريحة جميلة جميلة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اللهم هل في أي سوائل تنزل. الله الريحة طالعة جميلة، الله
طبعا بقى جميله جميله. مش شايفين الرغيف مقرمش وطري ازاي؟ ده حواوشي. ريحه جميله. شايف الحواوشي بقى طالع جميل ازاي كده؟ كده اللحمه استوت اهوت والرغيف استوى معايا، كلهم جميل ومستوي مقرمش وطري من جوه، واللحمه اللي فيه مستويه. نحط كمان تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي شويه النار، احنا اول ما نحط نعلي شويه النار وبعدين نهديها عشان اللحمه تستوي، عشان اللحمه تستوي معاك كويس. ابتدي تعلي في الاول وبعدين تهدي النار شويه. شايفين بقى طالع جميل ازاي؟ متنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واللي بيشوف القناه اول مره يعمل اشتراك. الله جميل. طبعا جميلة مشاهير. هنضغط عليها كده بتخرج السوائل اللي فيها، بتساوي اللحمة بسرعة والرغيف بيبقى يعني حلو معاك طري وواجب. شايفة اللون جميل ازاي؟ واللحمة بتستوي معاك كويس. دي بقى دي ريحه جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
البقدون اللحمه. شايفين اللحمه مستويه جوه ازاي؟ لحمه، اللحمه في الرغيف مستويه. تعرف الناس تقعد تلاقي الرغيف معاك بقرمش، ها؟ مفيش سوائل بتنزل خالص منه، السوائل اللي بتنشف تاني. دي الدهون اللي في اللحمة، الطبق اللي هنحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الحواوشي بقى على الجريل اهوت، على الطاسه، على البوتاجاز، باللحمه المفرومه. جميل، طالع جميل مقرمش اهو وطري من جوه. شايفين اللحمه المفرومه اللي في قلبه مستويه؟ شايفين اللحمه؟ لحمه مستويه خالص اهي، واللحمة مقرمشه وطريه. جميل، وريحته طالعه جميله، كفايه ان هو من البيت وحاجه نظيفه وجميله. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم.